ليس مجرد شارع يتقاطع فيه المارة، بل فضاء رحب يجمع محبي الكتب على اختلاف مشاربهم. هو شارع الفراهيدي للثقافة وللكتاب في قلب البصرة. بعد إتمام تطويره مؤخراً بسلسلة من أكشاك الكتب الخشبية والإضاءة الخارجية والأرصفة التي تضفي جمالاً على النزهة الثقافية في البصرة جنوب العراق. بالنسبة لإضافة البنى التحتية لهذا الشارع أكيد أضاف إضافة جميلة، وخصوصا يعني هذا الشارع ما انولد هكذا، أكيد انولد من رحم المعاناة ومن رحم المناشدات ومن الحقيقة المؤسسين لهذا الشارع الحقيقة والمثقفين ورواد هذا الشارع إلى ما وصلنا إليه بهذه الحلة الجميلة واللي هي تسر الناظرين حقيقة. شارع الفراهيدي ثقافة الكتاب، هذا المكان الذي يدخل الآن في عامه الثامن، تأسس سنة 2015 بجهود شبابية خالصة، تضافر عليه مجموعة من الشباب والمفكرين داخل البصرة من خلال اجتماع موسع أقيم في أحد الساحات على إنشاء شارع ثقافي على غرار شارع المتنبي في بغداد. أعتقد حقيقة أنه تطوير الشارع الثقافي راح يخلينا بانتقاله من حال إلى حال، وبالتالي مثل ما تشاهدون اليوم حتى رواد الشارع الثقافي أصبح في زيادة مستمرة. سابقا كانت وجوه محدودة تقصد الشارع الثقافي، اليوم الناشطين، منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين كلهم يرتادون هذا الشارع في يوم الجمعة. يعكس هذا الشارع الشغف بالمعرفة والعلوم بقدر ما يشكل أرضية خصبة للاستثمار في الكتاب، فيما يناشد آخرون بمنصة رقمية لكتب شارع الفراهيدي في زمن التكنولوجيا.